الخيل 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 والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله؟ ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية قواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، انت وهو كل واحد يشمع الفتلة كده اهو، وينسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لاكون انا اللي ضربه. ابتدي. لازم تشوف حل مع الطلبه دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصه. ليه؟ اصل الولاد في حاله مش طبيعيه وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكمها، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان، الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر علي ولا ايه؟ قول لي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما. هاتي هاتي ابوس ايدك، دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان، ماشي على كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمل كده ليه؟ يا ماما أنت عارفة، يا ماما عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لدي دخلتي فورا. طب يلا عاملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني؟ قلت لأ، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدنا اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل، نملأ القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفي ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ ليه؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلل، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في ده يا ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى القلل، نملى القلل، نملى القلل.
استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني التوار مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم؟ اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندم 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انت هنا خلاص، اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. انا جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل، باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. إليسه. من يا اخويا؟ إليسه. مين إليسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. مين يا اخويا؟ اتو. مين اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اه الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فضل يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. اهدي ايه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعال لي يا دموك انت روخر. اه يا دموك مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب حيات لما انا لما حياتي لا صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، أنا قابلت النهاردة تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. آه آه شقايا راح ياما، شقايا اللي قضيته في التربية والتعليم راح ياما. ده انت ليتك سودا يا عوضين، انت اللي خلفوك. فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شايف الشاي ده هو؟ دم عوضين واهله هيسيح زي الشاي ده هو. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فهم دي كتب لي في الكراسه بص الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا قاعد امتع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه. صدقت الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولاني. يا جماعة اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه كتب النهاردة في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوة صح ليك الواوة أح. والله ولسه فيك نخوة يا بلد. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئه. وايه اللي تحت عين انت؟ عادي. لا ده ابن عضو مجلس الشعب.
انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه يتنايل يدخل. Guess who؟ ازيك؟ على فكرة انت ولد سافل وقليل الأدب، ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسة بتاعتك يا كلب؟ داد كول داون، انا كنت بحوش عنه، الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص، مش صح كده يا مستر بهاء؟ اه الحقيقة الأستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زيادة عن اللزوم، انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخرس خالص. انا هنقلك من المدرسة دي، هوديك المدرسة اللي انا درست فيها في الأرياف في بيت بدر حلاوة عشان تعرف ان الله حق. أستاذ بهاء أنا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء من إيد ولادهم من عندي يا رب. اسمع يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبة ولا قراية فتح، ده اختبار للبنت وخلاص، اتفقنا؟ أيوة أيوة مال أيوة. وأوعى تكوني قايلة لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الأقل الجوازة ما تتنظرش. إن شاء الله، يلا نط يوم فين؟ ان شاء الله ادعي الله ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا شرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. وغني فتاني. ماشي يمه ماشي. مبروك يا رمضان. شايفه يمه؟ مالك يا مشلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يمه؟ سمك. امشي امشي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. زفة كمان زفة يمه. كل ده وما قلتليش لحد. ثاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش انا دول همك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايز